بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وش راكم؟ كيف صبحتوا اليوم؟ أنا في نعمة والحمد لله، ربي يدومها علينا وعليكم إن شاء الله. اليوم رانا في ثاني يوم من أيام عيد الأضحى. احنا في عادتنا في قسنطينة نديروا النعمة بيضاء باللحم تاع الكتف ولا تاع الرقبة. أنا اليوم راح نستعمل اللحم تاع الكتف. عندي لحم كتف، عندي بصل، عندي حمص، ملح وفلفل الأسود. هادو هما واش نستعملو فيها في النعمه. عندنا فلفل حار وجريوات، عندنا الحمص، عندي شويه زبده باسكو كيما تعرفوا اللحم تاع الخروف فيها ديجا ليدام. واش ندير؟ كيما تعودتوا عليا حط شويه تاع الزبده ولا السمن ولا اي حاجه اللي تكون عندك. ممكن تستعملوا قطيره زيت، حط قليل من الزبده. بسم الله والصلاه والسلام عليك يا رسول الله. ونحطها فوق النار. كي دابت الزبده، بعد ما دابت الزبده تاعي حطيت اللحم يتقلى باش يطلق لي النكهه المليحه تاع الشوى. دوك يتقلى مليح نقلبوا على الجوانب في زوج، نضيف البصل. دوك تشوفوا الخطوات معايا. هنا اللحم تاعي راهو اكتسب لون ذهبي كيما راكم تشاهدوا فيه. بدلت البرمل كسكاس ديالي ضيقين على اللحم طاح كبار. زيد البصل، بسم الله، ونخليها تتقلى مليح حتى تحصل على لون ذهبي ولا بيان دوغي مايل معاهو. دوك نحط الملح، كي تتقلى يتقلى البصل نحط الملح والفلفل الكحل. نعطيكم نصيحه، البصل كي تحطوه ما تحطوش الملح والفلفل الكحل تاعكم ولا داويها، باسكو كي تحطوا الملح البصل راح يطلق الماء تاعو وما يتكرملش مليح، ما يتقلاش مليح، عليه ما تجيش الماكله بنينه. سي بور سا كي تتقلى مليح البصل صح نضيف الملح والفلفل الكحل. النعمة تاعي سومتها، نخليها تشيح باش نبدا نفورها. هذه النعمة مفتولة في المنزل، ماما اللي فتلتها، احنا ما نستعملوش تاع المصنع يعني صراحة. نخليها تريح حتى تشيح مليح ونبداو الخطوة تاع النعمة كيفها مع بعضنا. هنا شوفوا اللون تاع البصل راهو تبدل. هنا نبدا نضيف الملح والفلفل الكحل، نجي مغرف صغيرة ونضيف الملح والفلفل الكحل. هنا سي بون راهي ولات لا كولور تاعها تقريبا ماغو. هنا ما قبل ما سخون تقريبا حتى تتغطى اللحم. ممكن نزيدو الماء حتى كي تنشف. دوك نحط الحمص في شكاره ونحط لها شويه خميره تاع الكاطو باه طيب ليه ونحطها مع لاصوص. هاي الحمص تاعي، نجيب الخميره نحطها القليل فقط هكا. ندير الحركه دي باش تنزل على الحمص الكل. نربط الشكاره مليح ونلوحها في لاصوص ونرجعو للنعمه تاعنا كيف نديروها. هنا هاي النعمه تاعي راهي شاحت بعد ما سومتها بالماء. واش ندير لها؟ نطلع القليل من الزيت. بسم الله هكا، بسم الله ندلها، ندخل الزيت هذاك فيها. بسم الله، هذه العمليه راح ما تخليهاش تلصق في الكسكاس. نجيب الكسكاس تاعي فوالا، بسم الله، ونبدا نفرغ الكسكاس. بسم الله، كل وحده اللي من ولايات مجاورة تاعنا ولايات الجزائر 48 ولايه اللي راهم ابوني في القناه يقولوا لي واش يديروا تاني عيد. صديقتي اللي من تيارت
صديقتي لي من تمر راس لك راهي تسمع فيها في ام البواقي، كل وحده تقول لي واش دير ثانيين. بون انا الكسكاس هنا نهزو نحطها تفور الفوره الاولى. هنا كاين اللي دلها ثقب صغير في الوسط باش يساعدها على الفرن، كيعود الكسكاس شويه سافا با. انا تاع الكسكاس راهو مليح، نحطها تفور الفوره الاولى ونعاودو نرجعو مع بعضنا. نعيمه تاعي راهي فارت الفوره الاولى كما تشوفوا، البخار هذا كيصد معناتها هاي فارت. درك نحيها ونكملو نشوفو كيف نديروها. هاي النعمه تاعي، نحاول الحبيبات هذوك نفكهم قبل لا نبدا نخدمها هكا بالطريقه هذه من غير باسكو سخونه. واش ندير درك؟ نحط لها رشة ملح خفيفة جدا هكا، لأنه ديجا الناعمة كي نفتلوها ديجا راح نفتلوها على الملح هكا. دوك نجيب كاس ماء، كيما قلت نجيب كاس ماء ونبدا نبخ فيها، نرشها هكا بسم الله. هي يعني نورمالمون تخدم باليد، لكن كي تعود سخونة ما نقدرش نحملها، نحاول نعاون روحي بالمغرب هكا. نبخ ونخدمها نخلطها مع بعضها باه يدخلها الماء هذاك، حوالي نصف كأس ماء على حساب النعمة على حساب السميد. كاينه نعمة اللي تشرب وكاينه نعمة اللي كي نقطعولها الماء تلبز، كل وحدة كيفاه هكا. نزيد لها القليل فقط، تكون خليها ونعاود نشوف معها البازلت مخصوصة شوية ما نزيد لها. إلا لقيتها نورمال نورمال نغطيها بيان سيغ. إلا لقيتها مخصوصة الما نزيد لها، وإلا ما لقيتهاش مخصوصة الما نعاود نردها تفور الفورة الثانية. بعد ما ريحت النعمة تاعي ما لقيتهاش مخصوصة بالماء ما زدتلهاش يعني، حنحطها تفور الفورة الثانية بسم الله. راهي مازالها سخونة تغلي، حطها تفور الفورة الثانية. لاصوص تاعي راهي طيب، دوك نحلها الجريوات القرعة كيما يقولو لها الجزيرية. أنا نردها تفور الفورة الثانية ونشوفو المراحل الأخرى مع بعضنا. دونك هاي النعمة تاعي بعد ما فارت الفورة الثانية، نفرخها تولي الهواء سخونة. نفرخها من الكسكاس بيان سيغ، واش نديرو؟ نحطلها الزبدة، كاين اللي يحطلها شي زغيبة سمن، نحط الزبدة هك ونرد عليها النعمة، شغل ندفنها هكا باه تذوب وحدها من الحرارة تاع النعمة. نخليها مدة من الزمن ونعاود نرجع ليها. هنا راني عاودت وليت ليها، هاي الزبدة بقات ذابت، واش ندير؟ نحاول ندخل بك الزبدة في النعمة
كاين اللي يستعملوا الدين سبحان الله. صراحه كيما سبق لي وقلت ما نحملش السخانه هذه. كي تبرد نخدمها بيدي. وها هي النعمه تاعنا واجده. نغطيها بيان سور. تاعي راهي واجدة، نحاول نعطيكم تشوفوها. هادي الحمص الحميصة، شوفوا لا كولور تاع لاصوص، اللحم راهي طايبة زبدة. ودوك ما بقالي نقول لكم غير دوك تشوفوها في صحن التقديم. بون هاي النعمة تاعنا واجدة كيما راكم تشوفوا. هاي اللحم تاعنا هي طيبة زبدة الله يبارك. شوف الحمص ثاني طيبة الله يبارك. درت السليطة والفلفل. هذا هو غدانا لنهار الثاني من يوم العيد. نتمنى تكونوا ان شاء الله كل عام لاباس وبخير بإذن الله. في الختام سلام.